زميلنا احمد بيومي. احمد، اولا مساء الخير. احمد، انت موجود فين دلوقتي؟ مساء الخير استاذ احمد، تحياتي لحضرتك وتحياتي للساده المشاهدين. انا حاليا في شارع خالد بن الوليد، يمكن الشارع اللي احنا موجودين فيه النهارده شهد مشهد يعني يمكن هو الاصعب النهارده في الاسكندريه، على الرغم من زي ما حضرتك قلت ان كميه الامطار اللي نزلت النهارده في اسكندريه ما كانتش بالشكل المتوقع، كميه الامطار كانت قليله جدا. يمكن البدايه احنا كنا موجودين على طريق مصر اسكندريه في حوالي الساعه 5:30 او 6 الفجر اليوم، طريق مصر اسكندريه بالكامل كان بيسير بشكل جيد جدا، ما كانش فيه اي تساقط للامطار، كان في عدد كبير من المواطنين خايفين من سوء الاحوال امبارح، خايفين يمكن يستخدموا الطريق، كانوا قلقانين، وبالتالي كان في سيوله مروريه كبيره جدا. مع مدخل اسكندريه حوالي الساعه 8 كده كان في بعض التجمعات للمياه على مدخل اسكندريه بعد البوابه مباشره، وكان في تعامل من قوات الحمايه المدنيه في شفط هذه كميات الامطار. داخل اسكندريه يمكن الامطار بدات في النزول او التساقط تقريبا الساعه 10 صباحا، قبل كده كان الجو يعني مثالي، كان في شمس موجوده، فجاه على الساعه 10 في كميه امطار يعني نقدر نقول متوسطه وممكن نقول كمان فوق المتوسطه. الفكره كلها انها كميه الامطار بتنزل في حوالي ساعتين او ثلاث ساعات بس، وده يمكن اللي بيسبب المشهد اللي احنا للاسف يعني بقى معتاد ان احنا نشوفه. لكن وده اللي اتكلمنا فيه النهارده مع سياده المحافظ، كنا معاه في اكتر من مكان، في الاول كنا معاه في منطقه سان ستيفن وعلى كورنيش اسكندريه، يمكن المنطقه معانا بعض اللقطات صورناها من هناك، شهدت يعني انا كنت معدي على الطريق ده في اتجاه سيدي جابر قبلها بنص ساعه، وانا راجع لقيت هذا التجمع الكبير من الامطار، وطبعا كان عمل زحام مروري بشكل كبير جدا. لكن الحقيقه في خلال 30 او 45 دقيقه كان في عدد كبير جدا من مختلف القوات ومختلف الجهات بتساعد في حل المشكله، وفعلا بجد في خلال 30 ل 45 دقيقه كانت المشكله بتحل بالكامل في منطقه سان ستيفن، وحركه مروريه بقت كويسه جدا. جات لنا اخبار ان في شارع خالد بن الوليد في كميه امطار كبيره جدا موجوده داخل الشارع، توجهنا الى هنا، والسيد المحافظ ايضا جاء الى هنا الى شارع خالد بن الوليد، والامانه كان في عدد يعني كميه امطار كبيره جدا. الشارع من ورايا ده لو يمكن اسلام زميلي يصوره لنا دلوقتي، الشارع ده معانا لقطات ليه كان مغمور بالمياه تقريبا، يعني كان في عربيات في نص الشارع، نص العربيات تقريبا كانت مغموره بالمياه، يعني عدد كبير جدا من عربيات شفط المياه وفي القوات الحمايه المدنيه وحتى عربيات المطافي ساعدت وساهمت بشكل كبير في شفط هذه المياه. كل المحلات التجاريه اللي احنا شايفينها دي كانت مغلقه بالكامل طبعا، زي ما حضرتك اشرت برضو في المقدمه بتاعت حضرتك ان انا اتكلمت مع عدد كبير من الناس اللي شغالين هنا، يعني غلق محل تجاري لمده يوم بيأثر بشكل كبير جدا على العماله اللي موجوده، في عمال النهارده وناس شغاله في المحلات ما خدتش اليوميه بتاعتها الصبح، يعني صاحب المحل ما ادهمش يوميا، المحل كان مقفول، فده اكيد بيأثر بشكل كبير جدا. سياده اللواء محمد الشريف كان موجود معانا في الشارع هنا وجاب كرسي وقعد جنبينا هنا لمده على الاقل ثلاث ساعات لغايه لما عربيات وصلت وتم رفع المياه بالكامل، وما غادرش المكان الحقيقه غير لما تم تسيير الشارع بشكل كبير جدا. وزي ما احنا شايفين المشهد اللي احنا شايفينه ده مستمر حوالي ثلاث او اربع ساعات بعد رفع الكميات بشكل كبير جدا. يمكن اللي ساعد اكتر ان الامور يعني تبقى اصعب النهارده كمان، هو في كل الاحوال الامور كانت اسهل بكتير جدا من امبارح، لكن زي ما حضرتك قلت برضو ان ساده كتير من المواطنين لما صحوا الصبح ولقوا الجو كويس، عدد كبير منهم قال ده يوم اجازه ونخرج ونتفسح ونتغدى بره ونفطر بره ونتفسح يوم اجازه، وده طبعا عطل كتير جدا من الجهود الموجوده لشفط هذه الكميات من المياه. لكن على كل الاحوال كميات المياه اللي نزلت ما كانتش بشكل كبير جدا. احنا جات لنا برضو بعض الاخبار ان في بعض المناطق، وده اتكلمنا فيه الحقيقه مع سياده المحافظ، قلنا له ان في بعض الصور فيديوهات بتجيلنا من عدد من المناطق من اسكندريه فيها عدد كبير من التجمعات المياه بشكل كبير جدا. هو اعترف بهذا الامر وقال ده فعلا موجود ودي حقيقه مش هنقدر نخبيها، لكن هم عندهم استراتيجيه ليها علاقه بالاولويات، يعني هو بالنسبه لهم شارع البحر بيبقى اولويه، ان عدد كبير جدا من الساده المواطنين الاف ويمكن مئات الالاف من المواطنين بيستخدموه بشكل يومي، بعد ذلك الميادين الرئيسيه والشوارع الرئيسيه، ثم بعد ذلك بينتقلوا الى الشوارع الجانبيه والمناطق الابعد. يعني في بعض اللقطات صورناها من حوالي ساعه تقريبا او ساعه ونص، يعني مساء من حوالي ساعه ونص، في منطقه عزبه البحر، منطقه عزبه البحر في ابلي اسم المنتزه، الحقيقه المنطقه دي حتى الان مغموره بالمياه بشكل كبير جدا. انا كنت هناك من حوالي ساعه، ما فيش خدمات هناك لحد ما، كل الخدمات مشغوله من 5 الفجر، قابلنا ناس في شارع مصطفى كامل من 5 الفجر ومن 6 الفجر هم موجودين على الشوارع الرئيسيه، هذه المناطق لسه
محتاجه لمساعده هناك عشان يقدروا يسحبوا المياه. الحقيقه برضو هناك ان بعض التراكمات الاسفلت اللي في موجوده في المنطقه بتخلي الاسفلت اعلى بكتير من المحال او حتى الادوار الارضيه اللي بتبقى تحت، فده بيخلي المياه تتسرب للبيوت. فالمشاهد اللي احنا بنشوفها الخاصه بالمياه داخل بعض البيوت في بعض المناطق القليله في اسكندريه زي منطقه عزبه البحر، ده هذه هي النتيجه المباشره ليها، ان تراكمات الاسفلت وعدم وجود مصارف بشكل الامثل ده اكيد بيسبب هذه المشكله. النهارده وانا بتكلم مع السيد اللواء محمد الشريف قال لي ان في منحه كبيره جدا الدوله والحكومه مقدماها لمحافظة اسكندريه خاصه فقط بالصرف الصحي، بنتكلم على 1.3 مليار جنيه تقريبا لخدمه الصرف الصحي فقط في محافظه الاسكندريه، وده بالتاكيد رقم كبير جدا. عشان برضو نبقى فاهمين المشكله من جذورها، لو هنتكلم مثلا على منطقه زي خالد بن الوليد الشارع الكبير الرئيسي الحي واللي احنا شايفينه فيه زحام كبير جدا، ده اكثر شارع منخفض في المحيط اللي احنا موجودين فيه. كل الشوارع اللي احنا حوالينا شارع 19 شارع 20 3 4 1 عدد كبير جدا من الشوارع مستواها اعلى من هذا الشوارع، واحنا عارفين في اسكندريه بيبقى في شوارع منحدره بشكل كبير جدا، فكل المياه اللي بتتساقط في المنطقه بالكامل بتصب في هذا الشارع اللي هو الاكثر انخفاضا، وبالتالي المصارف موجوده وبتعمل بكفاءه وبيتم تسليكها بشكل دائم، لكن كميه الامطار بتبقى اكبر بكتير جدا من المخزون اللي ممكن يستخدمه، وبالتالي لازم المضخات عشان تعيد تشتغل تاني لازم تستخدم كميه المياه اللي تم امتصاصها في الاول، بعد كده تبدا تشتغل تاني، وده اللي بيخلي ازمه شارع خالد بن الوليد ازمه مستمره. سياده المحافظ وانا بتكلم معاه والساده المواطنين وقف واستمع لعدد كبير من الساده المواطنين، الساده المواطنين طبعا بيتكلموا ان هم محتاجين حل جذري لهذه المشكله، كل سنه ومعكم نوى بتحصل نفس هذه المشكله، المشكله ان هو المتخصصين، يعني اتكلمت مع المسؤول عن الصرف الصحي في محافظه الاسكندريه قال لي ان هي المشكله ان الموضوع هيضطروا يحفروا من 5 ل 6 متر تحت الارض، عدد كبير جدا من المحال ممكن يتضرر، ممكن يقفلوا الشارع ده لفتره طويله ممكن توصل لسنه او اكتر، الرصيف اللي احنا واقفين عليه ده هيضطروا يشيلوه عشان في حاجات تحت، فبالتالي هيبقى فيه شلل كبير جدا للمنطقه، ودي منطقه تجاريه مهمه جدا في اسكندريه ومنطقه حيويه، وكل حد في مصر تقريبا زار الشارع ده، ما اظنش ان في حد في مصر زار اسكندريه وما زارش شارع خالد بن الوليد. الطقس في الاسكندريه من الساعه 2 او 2:30 تقريبا لم تتساقط اي نقطه مياه من الساعه 2:30 او 3 على الاكثر، بالتالي الجو كان جيد جدا، الجو اشبه يعني دافئ دلوقتي. اغلب الاماكن في اسكندريه يعني لفيت الكورنيش كله اغلب مناطق اسكندريه ما فيش اي تجمعات للمياه الا في بعض المناطق اللي زي ما قلنا اكثر بعدا اكثر يعني ما فيهاش رجل كبيره، فبالتالي بيبقى في اولويات. عدد كبير جدا من الرجاله اللي شغالين طول النهار من الساعه 5 الفجر ومن 4 الفجر، رجاله وستات، في مديرين ستات ومهندسين ستات ورجاله وعمال شفتهم من اول ما دخلت اسكندريه من الساعه 8 الصبح، وانا الاهالي قالوا لي هم موجودين من قبل كده موجودين، فبالتالي لازم الناس دي بتريح، يعني مهما عملت شيفت او شيفتين او ثلاثه حجم العمل كبير جدا، بنتكلم على محافظه ضخمه جدا محافظه الاسكندريه عدد كبير جدا من الاحياء، بالتالي جهد كبير جدا. بكره ان شاء الله الجو خلاص هيئه الارصاد قالت لنا ان شاء الله الجو الايام القادمه هيبقى جيد، مش متوقعين هطول عدد يعني كميه كبيره من الامطار الفتره الجايه، بالتالي اكيد النهارده في شغل شغال، ما بقولش ان النهارده الشغل خلص، النهارده الشغل شغال في عدد كبير من الاحياء وانا جاي في الطريق عشان اقف هنا تاني، لكن اكيد بكره هيبقى الوضع افضل ووضع افضل، وباذن الله موضوع بقى الحل الجذري ده اكيد الخبراء ممكن يبقى ليهم راي اكثر تخصصا منا يكلمونا في ازاي نحل ازمه صرف الصحي في الاسكندريه بشكل كامل. احمد عوده اليك استاذ احمد. احمد الاهالي قالوا لك ايه؟ يعني اصحاب المحلات ايه اكثر الشكاوى اللي اتكلموا فيها معاك النهارده وانت موجود وقت انه الشارع ده كان كله ميه؟ طبعا ما فيش مقارنه ما بين الصبح كان ايه واحنا بنعرض لقطات الان وبنعرض لقطات النهارده اللي كان الصبح، شارع كله ميه، قالوا لك ايه الصبح لما قابلتهم؟ ايه اكتر حاجه كانوا بيشتكوا منها؟ اكتر حاجه بيشتكوا منها يا استاذ احمد هي فكره ان شارع خالد بن الوليد اصبح مصب للمنطقه كلها بتصب الامطار، هنا هما بيطالبوا ان المناطق المجاوره وكل الشوارع المجاوره يبقى فيها بلعات وفتحات وتستقبل هذه المياه، تمنع اصلا وصول المياه لشارع خالد بن الوليد، بحيث ان كميه الامطار اللي نازله على هذه المنطقه على هذا الشارع هي تكفي فقط، يعني هما نفسهم يبقى في مشكله في الاحياء المجاوره عشان يحلوا هذه المشكله، حتى في احد المواطنين هنا جنبينا شرح لي مثال جميل جدا قال لي ده لو في حد في شارع جنبينا كب كوبايه ميه كوبايه الميه هتتصرف هنا،
فإلى هذه الدرجة المشكلة بيعانوا منها بشكل كبير جدا. طبعا عندهم مشكلة ان هم نفسهم في حل جذري للموضوع. احنا هنا بنتكلم على منطقة تجار ومنطقة رجال اعمال، حتى صغار رجال الاعمال اكل عيشهم ان هم المحل بتاعهم بيفضل مفتوح. احنا بنتكلم على ايجارات هنا عالية، في حركة البيع والشراء يعني الى حد ما ممكن ما كنتش بافضل حال. احنا خارجين من موسم مدارس وموسم جامعات، فالى حد ما ممكن هم كل ساعة بتفرق معاهم. ما ننساش برضو ان احنا هنا في اسكندرية الملتزمين جدا بموضوع غلق المحال في العاشرة مساء، فانت كل المحلات دي الساعة 10 تبقى قافلة، هما الساعة 10 يقفلوا وطول النهار قافلين، فهم هيشتغلوا ساعتين، فبالتأكيد اليوم النهارده هيبقى صعب جدا عليهم. امبارح كان يوم صعب جدا عليهم، اكيد محتاجين دعم كبير بشكل او باخر من مختلف الجهات المعنية. هما برضو كانوا بيطالبوا ان يبقى في مزيد يعني سرعة اكتر في رد الفعل. هم مقدرين جدا جدا تواجد السيد المحافظ هنا، وكان قاعد معاهم على كرسي جنبينا هنا بالظبط، هم مقدرين هذا بشكل كبير جدا، لكن هم كانوا يتمنوا ان يبقى في عربيه موجوده من قبل المطر ما تنزل. يعني هم الارصاد قايله ان في امطار، طبعا عربيات الشفط المياه مش هتقدر تبقى موجوده في كل شارع في اسكندريه بالتاكيد، عدد اكيد يعني احنا بنتكلم يعني عدد اكيد مش كبير، يعني بنتكلم 100 او 110 عربيه تقريبا موجوده في محافظه اسكندريه، فبالتاكيد مش هتقدر تبقى موجوده، لكن في مناطق حيويه هم شايفين لازم تبقى موجوده يبقى فيها اهتمام بشكل اكبر. السيد المحافظ قعد معاهم واستمع اليهم بشكل كبير جدا، كان في عدد، كان في مواطنه تحديدا جت اتكلمت مع السيد المحافظ عندها بيت مجاور هنا وطلبت ان حد يجي يساعدها في يعني في بعض المياه اللي موجوده في بيتها. السيد المحافظ كلف حد من المكتب بتاعه وراح معاها وحلوا المشكله. يعني السادة المواطنين هنا طلباتهم مش كتير الحقيقة، طلباتهم حل جذري للموضوع. يعني موضوع الساعة 10 برضو بأثر عليهم بشكل كبير جدا، نفسهم في حل جذري لموضوع تساقط الأمطار. هم بيحبوا الاسكندرانية متعودين على المطرة وبيحبوا المطرة، ما عندهمش مشكلة معاها. احنا بالنسبة لنا اللي تعبانين في الجو ده ومستغربينه، هم بالنسبة لهم متعايشين وبيحبوه ما عندهمش أي مشكلة معاه. والناس كلها بتنزل تتسوق وتتفسح في الجو ده، هم تابعين. هي مشكلتهم بس إن المطرة زي ما عرضنا في الصور كانت المية واصلة لجوه المحلات. في بضاعة اتأثرت، يعني في بعض المحلات هنا البضاعة عندهم اتأثرت، تأكيد بيبقى تأثير كبير عليهم جدا أستاذ أحمد. أحمد اللي هو الجزء المهم كمان اللي هي حركة التجارة، أصحاب المحلات، البضائع، هل ما اتكلمتش مع سيادة المحافظ ويمكن بعد شوية يكون معنا سيادة اللي هو محمد الشريف عن البضائع ديت، هل لها تعويض الخسائر دي؟ هل حد بيساعدهم ولا اللي خسر خسر؟ يعني هل في إجراء بيتعمل مع الناس دول؟ يعني بالتاكيد السيد المحافظ محمد الشريف مش هيسمح بفكره اللي خسر خسر، اكيد المحافظه واقفه مع في ظهر الرجاله هنا وفي ظهر كل رجال الاعمال، الصغار رجال الاعمال وكبار رجال الاعمال، اكيد مش هتسمح ان اي حد يصيبه ضرر، في الاخر اي ضرر بيقع على اي حد هنا هو ضرر للمحافظه كلها، وما اظنش ان السيد المحافظ هيسمح بهذا الامر. هو قعد معاهم وزي ما قلت لحضرتك قعد هنا استمع ليهم بشكل كبير جدا، بلغوه بكل طلباتهم، اكيد سياده المحافظ مش هياخد قرارات فوريه في هذا الامر، الموضوع بيبقى محتاج اكيد بعض الدراسه وبعض التدقيق في بعض الامور، لكن هو استمع اليوم ووعدهم ان هو اكيد اي مشكله حصلت النهارده او امبارح او حتى خلينا نقول برضه بصراحه في قادم الايام في قادم النوات اي مشكله ممكن تحصله، واحنا لازم نعترف برضه ان احنا لسه بنطور شبكه الصرف الصحي. زي ما قلت لحضرتك المبلغ الكبير غير المسبوق اللي اترصد لاسكندريه بس في مجال الصرف الصحي فقط 1.3 مليار جنيه، ده اكيد هيبدا استخدامه خلال الفترة اللي جاية، السنة الجاية، السنة اللي بعديها، أكيد في خطة معمولة في هذا الأمر، وبالتأكيد هيحسوا بهذه الآثار. لكن السيد المحافظ في جلسته الطويلة النهاردة في شارع خالد بن الوليد تحديدا، وطبعا زار أماكن كتيرة، زار مصطفى كامل وزار سان ستيفن وزار عدة أماكن، بس في هذه المنطقة تحديدا كانت يمكن الأكثر تضررا في المشهد النهاردة، قعد معاهم واستمع عليهم ووعدهم بحل أي مشكلة بتواجههم. أحمد في ولاد صغيرين كده بيحاولوا كل شوية يجوا، أنا عايزهم جنبك لو تقدر نجيبهم يقفوا جنبك، ما فيش اي مشكله على فكره، يعني بالعكس احنا نتشرف كل اهالينا في كل مكان جنبك مجموعه نحاول نشوفهم، تعالوا حاول خليهم جنبك كده، عايزين تقولوا حاجه؟ عايزهم لا. انا عايزهم بس الاطفال بس جنبك. تعال عايزهم ازيك جنبك. عامل ايه؟ اسمك ايه؟ امير. ايه؟ امير. امير؟ اخبار رجعت في المطره ايه؟ انا كويس بسط؟ تمام. هم موجودين واهل اسكندريه زي ما قلت لحضرتك بيحبوا المطره وما عندهمش اي مشكله مع المطره، زي ما حضرتك شفت دلوقتي اسكندريه كلها في الشارع النهارده كان يوم اجازه، فخلاص يعني الاسكندريه مبسوطه وبتلعب. خليهم جنبك موجودين اهو يا استاذ احمد مع حضرتك. يعني ممكن نقول باي للاستاذ احمد؟ نقول له باي، اطلع في التلفزيون نقول باي. اتشرف، سلم لي عليهم كلهم اولا، تحياتنا لكل اهالينا. سامعك يا استاذ،
كل اهلنا في اسكندريه، سلمنا عليهم كلهم، الناس اللي احنا بنحبهم. استاذ احمد بيسلم عليكم، بيقول لكم باي. احمد كلمنا على اسكندريه بشكل عام النهارده، كلمنا على اسكندريه بشكل عام. اسكندرية يعني زي ما هي، اسكندرية جميلة وساحرة دافئة بكل معالمها بكل تفاصيلها بالاكل بتاعها. يعني احنا كنا اكل اسكندراني النهاردة واتبسطنا جدا، وحتى البن هنا بن مختلف واتبسطنا بشكل كبير جدا. الاسكندرية ودودين جدا، يعني في سلامات كثيرة جدا وصلت لحضرتك من كل اهل اسكندرية. يمكن انا سجلت بعد هذه اللقاءات وبعض هذه السلامات ووصلت لحضرتك بالتأكيد، لكن العدد الاكبر ما قدرتش اوصله لحضرتك اكيد. لكن اهل اسكندريه مبسوطين زي ما احنا شايفين، مبسوطين اكيد، نفسهم في الدنيا تبقى افضل، نفسهم التجاره بتاعتهم بتبقى بشكل افضل. في موضوع كبير جدا بيشغلهم برضو هنا في اهل اسكندريه، هو فكره المترو الجديد المنتظر تطبيقه في اسكندريه. يمكن انا قعدت مع اكتر من حد النهارده واحنا بنتكلم مع اهل اسكندريه، كل الناس متحمسه جدا لمترو اسكندريه، قد ايه ممكن يحل المشكله الكبيره بتاعه المرور الخاصه باسكندريه. لكن هم عارفين ومدركين ان ده هيبقى برضو امر فيه تضحيات، انت عشان تشيل الترام القديم كله التاريخي بتاع اسكندريه وتقفل هذه المنطقه وتعمل مترو انفاق في المنطقه دي كلها، ده اكيد هيتطلب تحويلات مروريه بشكل كبير جدا، يتطلب معاناه بشكل كبير جدا. مسار الترام القديم موجود في منطقه قديمه في اغلبه ماسك اسكندريه كلها، فاكيد هتبقى مشكله. لكن اهل اسكندريه كالعادة مستعدين يعني للانتظار والصبر، بحيث ان المشكلة دي بتاعت المواصلات في اسكندرية تتحل بشكل كبير جدا، يبقى في شريان سريع وشريان مهم جدا يوازي شريان شارع الجيش او كورنيش النيل. بالتأكيد ده يعني موضوع انا اتكلمت فيه مع كذا حد، وكذا حد يعني كان مهتم جدا بهذا الامر. طيب احمد هنسيبك دلوقتي ونرجع لك بعد شوية، تكون اخدت جولة كده ونرجع لك مرة اخرى. كل التحية لكل اهالينا في اسكندرية وكل الناس اللي واقفين حواليك، كل الناس الموجودين في هذه المنطقة وفي محافظة الاسكندرية. احمد بيهم بشكرك شكرا جزيلا، هرجع لك تاني احمد بعد شوية، ولكن كمان